النقر مرتين للتفعيل النقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة من أخوكم محمد خلوق. إن شاء الله اليوم غنتقاسم معكم واحد التطبيق هو لانشر. يعني هذا لانشر عجبني في واحد المميزات ولهذا بغيت نتقاسم معكم بدون إطالة. إن شاء الله غندخلوا للتطبيق إن لانشي وهذا ملي كنفتحوا التطبيق إن لانشي ديروا إغلاق ديروا أبدا. هنا بدينا نعود نديرو التالي إن لانشي تحديد المشغل تتشويزوم العمود واحد داخل الشبكة واحد صف. هنا كيعطيك باش تحدد من ولا تخدم به. إن لانشي العمود اثنان خدموه هو نيت. إن لانشي العمود اثنان كليكيو عليه فهو إن لانشي اطلاق كليكيو عليه نتسناوه ونعاودو نديرو السماح. السماح نعطيه هل تريد السماح لي إن سما هل تريد سما إن لانشي نتسنى واحد شوية اطلاق. هنا كيعطيك شوفوا هنا شطانة الرابعة وسبعة سبعة عشر فيسبوك واتساب ما ليناش نرجعو مرة واحدة نعود ونرجعو مرة أخرى. وهو التطبيق متفعل معنا. هنا شفيه الإيموجي هنا المقرمرات ندخلو ليها نشوفوها إيموجي إن لانشي الإيموجي. هنا كيعطيك واحد العداد ديال الإيموجي بغيتي تشاركها مع شي شخص بدون تصنيف زر الصف ثلاثة ناخدو شي وحدة نشوفوها لانشي بدون تصنيف زر النقر مرتين للتفعيل. مهم نشوفوها إن لانشي أخرى. شوفوا شكرا بدون تصنيف إن لانشي بدون تصنيف. المهم إن لا نخرجوا من هنا إن لانشي نشوفوا هنا شنو كاين التسريع. هنا التسريع هنا والضبط الضبط هنا القوالب هنا الكاميرا كاميرا هنا الاستوديو هنا فيسبوك ما عليناش. المقرمرتين الساعة الرابعة وثمانية دقائق بعد الظهر الفوق المقرمرتين للتفعيل الفوق كاع كاين واحد الزر غير مصنف إن لانشي زيرة هنا الرابعة وثمانية إيز دوغس كولون فو تو روندي هنا المقرمرتين للتفعيل يعني كنتصفحوا منه ندخلوا ليه نشوفوه إيز دوغس كولون فو هنا هنا كيعطيك باش تاء تكتب اش بغيتي تكتب أو خرجوا يسحب الأسفل والجهة ديال لانشي زيرة هنا كيعطيك مثلا باش هنا ما يمكنش لي أنا نسجل يعني كيعطيك تنطق الشيء اللي بغيتي في بلاصة الكتابة تنطقو إيز دوغس كولون فو تو روندي شوفوا الجهة الأخرى هنا التسريع التسريع هنا اش عندنا محظوظ محظوظ المقرمرتين الواد محظوظ إن لانشي غراب جيف هذه وقيلة ديال جيف ما إن لانشي الأدوات هنا الأدوات مختصر وسائل الإعلام وسائل الإعلام أخرى نظام التصوير تصوير التواصل الاجتماعي ما ليناش نشوفو هنا نشوفوها تاني جهة الأخرى هنا شكين التسريع التسريع البطارية بطارية منظف ملفات القمامة هنا المنظف بيلوك بيلوك الخلفي الهاتف هنا الخلفيات خلفيات بدل العاب انترنت العاب ديال الانترنت مجموعة الأدوات. المهم هنا غنخليكم تكتشفوا انتم هذا الشيء عندنا هنا التطبيقات إذا بغينا ندخل المقرمرتين اللي كنكليكيو على التطبيقات باسكت بول الصف اثنان وهنا كنلقاو التطبيقات القوالب هنا ديال الهاتف منظف في ملفات هنا. أدوات أدوات الإنترنت إلى البريد الإلكتروني ولكن هنا كنطلعو بجوج صبعان باش أنا التطبيق تحت خصنا نطلعو الفوق ون درايف وكنلقاو التطبيقات شين سليمان وهنايا سانسون كيالت إلى آخره. وهذا هو التطبيق يعني عجبني فيه وظائف
يعني ان شاء الله نخليكم تكتشفوها نتوما. وتحياتي احتراماتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.